فصل في زكاة الفطر، وهي من خصائص هذه الأمة، والمشهور أنها شرعت في السنة. يعني خصائص الأمة يعني إيه؟ يعني ما فيش أمة من الأمم السابقة كانت بتطلع زكاة بعد فطرها، لأن الصيام كان عبادة مستقرة على كل الأمم، بس كيفيته تختلف وزمنه يختلف، لكن الصيام كعبادة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مش كده برضو؟ في الأمم السابقة كان، لكن ما كانش واجب عليهم يدفعوا زكاة فطر بعد انتهائهم من صيامهم، فدي خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي من خصائص هذه الأمة، والمشهور أنها شرعت في السنة الثانية من الهجرة قبل عيد الفطر بيومين، وهي يعني زكاة الفطر تجبر الخلل الواقع في الصوم، كما أن سجود السهو يجبر الخلل الواقع في الصلاة. قاله وكيع بن الجراح اللي هو قاسها بسجود السهو، يعني أول من قاسها بسجود السهو وكيع بن الجراح، وهو الذي أراده الإمام الشافعي بقوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. والأصل في وجوبها قبل الإجماع، والأصل يعني الدليل، الأصل هنا بمعنى الدليل ما ينبني عليه غيره. والأصل في وجوبها قبل الإجماع، يبقى الإجماع هنا دليل منفصل أهو، واللي بينكروا الإجماع بيبقوا مبتدعين يوقعونا في مشاكل، ينكروا الحجاب وينكروا إمام عدم جواز إمامة المرأة للرجال وإنها تخطب الجمعة، كل أدلتنا إن لا يجوز للمرأة إنها تصلي في المحراب وأنها تخطب الجمعة وأن والحجاب والحاجات دي كلها دليل الإجماع. لأن لما تيجي تقول لهم الآية يقول لك خاصة بزوجات النبي، كويس؟ أدي الآية. طيب وبعدين؟ طب إزاي أنا أخرج أنا من المأزق ده اللي بيناقشني ويقول لي كده؟ الإجماع، أجمعت الأمة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وعلى عدم يعني صحة خطبتها للجمعة أمام الرجال، وعلى وجوب الحجاب في حقها، وعلى عدم توليها القضاء مثلا بالذات في الحدود، كل الحاجات دي إجماعات، وعلى أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، كل الحاجات دي دليلها الإجماع، إجماع الأمة. لأن تيجي تقول لهم الآية تقول لك أصل الآية دي نزلت زي الدكتورة زينب رضوان دلوقتي في مجلس الشعب، آية إن شهادة المرأة نصف شهادة، يقول لك أصلها نزلت في ظروف معينة، كانت المرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب وقد تختلط عليها الأمور، أما الآن فالمرأة ضابطة لما ترى وقد تكون من رجال الأعمال وتبقى تستطيع إنها تكتب وتؤيد وتعمل وتبقى شهادتها قوية. طب أنا ناقش الدكتورة زينب رضوان وأقول لها كلامك ده غلط إزاي؟ لما هي بتقول لي كده بتقيد الآية في ظروف معينة. أو لا، أجمعت الأمة على عدم تقييد الآية بظروف معينة. يبقى الإجماع ده دليل منفصل، دليل قاطعي. فكل من يلعب في الإجماع يبتدع ويخرج من إيه؟ مما أجمعت عليه الأمة، يبقى مبتدع. فكل مبتدعة العصر أنكروا الإجماع. وناخد بقى المبتدعين دول انقسموا إلى فرقتين، فرقة أنكرت السنة بالكلية فسموا نفسهم قرآنيين كمان، لأن إحنا عندنا الأدلة إيه؟ الحجية إيه؟ القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فرقة أنكرت القياس الظاهري اللي هو ابن حزم الظاهري أنكر القياس، وعشان كده لا يخرق الإجماع. صدق بقى ابن حزم خلافه لا يخرق الإجماع، يعني لو أجمعت الأمة وجاب ابن حزم في مسألة الرأي مخالف ما يعتبروش ان فيها خلاف الى هذه الدرجة. ليه؟ لانه انكر القياس كحجية. لكن بيدرسوا ليه مذهبه؟ تدريب فقهي للعلماء، بس يتدربوا ازاي يفكر. اهو واحد فكر، فنفكر ازاي؟ فهمتني ازاي؟ تدريب، لكن مش للاخذ بمذهبه، يعني بيدرس عشان لا نأخذ بمذهبه، لكن عشان نتدرب. واحد كان نبيه وذكي وازاي يعرف يناقش علماء عصري في الحجج بتاعتهم، فبتتعلم منه كيفية المناقشة وايه والاخذ والرد والفقه المقارن والحاجات الجميلة دي، بتتعلم منه الطريقة دي، بيان الحجج وكيف وزنها والحاجات دي تتعلم منه، لكن ما تتعلمش منه رأيه. ليه ما نتعلمش منه رأيه؟ لانه اختلف في حجية القياس، والأمة اجمعت على حجية القياس، كويس؟
طيب والأمة أجمعت على حجية الإجماع، فالوقت فيه الناس تنكر القياس، وناس تنكر القياس والإجماع، وناس تنكر القياس والإجماع والسنة، وناس بعد كده تقول لك القرآن بس، وبعد كده يقول لك القرآن نفهمه بلغة العصر مش بلغة قريش كمان، يبقى يطلعوا لك مفاهيم جديدة. فاحذر هؤلاء، احذر هؤلاء وتجنب انك حتى تسمع لهم. وعلشان كده يقول لك والاصل اي الدليل في وجوبها قبل الاجماع، ايه الدليل اللي قبل الاجماع؟ الكتاب والسنه. اما يقول لك قبل الاجماع يعني هي واجبه بالاجماع، لو قال لك واجبه بالاجماع اسكت يبقى خلاص واجب. لكن لما يقول لك قبل الاجماع، ايه اللي قبل الاجماع؟ ادله حجه، الكتاب والسنه. خدت بالك ازاي؟ يبقى ما يقول لك قبل الاجماع يعني انها وجبت بالاجماع، ثم بعد ذلك لها دليل من الكتاب ايضا ودليل من السنه ايضا. لولا الاجماع يعني لو واحد انكر السنه والاجماع ممكن يقول لك احنا حقنا نتوضى بعد الصلاه، لان الايه بتقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. قمتم ده فعل ماضي يعني قمتم وانتهيتوا خلاص، يبقى انتوا يا جماعه ليه بتتوضوا قبل الصلاه يا جماعه؟ انتوا بتتوضوا بعد. نقول لهم رسول الله قال صلوا كما رايتوني اصلي، يقول انا ايه يثبتني ان النبي قال كده؟ الاحاديث دخل فيها الموضوع والمكذوب يروح ايه؟ شاطب لك على السنه. يبقى ما فيش حل ادخل معاه الا اقول له الاجماع، اجمعت الامه على ان الوضوء لايه؟ شرط قبل الصلاه. فهمتني ازاي؟ شرط صحه قبل الصلاه. لان لو هناخد اللفظ بس ما اعرفش اقنعه باللفظ القراني بس، ما اعرفش اقنعه الا بطريقه النبي السنه، هو بينكر السنه. طب وبعد شويه ينكر الاجماع كمان، يبقى سقط التفاهم معه، يبقى سقط التفاهم معه، ما تكلموش، سيبه يهوي كلب بيعوي، لان خلاص ما فيش اسلوب اقنعه بيه، خلاص ده انتهى. يقول لك مين قال ان الخمر حرام؟ بيقولوا كده على النت. مين قال ان الخمر حرام؟ القرآن بيقول فاجتنبوه، يعني حطها جنبك بس. اجتنبوه يعني حطها جنبك. مش اللغة بتقول كده؟ ويتأمر كده. تقول له لا اللغة ما بتقولش كده. اجتنبوه ده يعني حطه في جنبك، ده أحد معانيها وليس كل معانيه. اجتنبوه يعني تجنبه، يعني ابتعد عنه. يقول لك ومين قال لك يعني؟ ليه عايز تلزمني بالمعنى اللي في ذهنك؟ أنا المعنى اللي في ذهني لما سمعت الآية دي اجتنبوه يعني حطه جنبك. يعني حطه جنبك لحد ما تصلي. ما يجراش حاجه. شفت قد ايه بقى الضلال اللي هم فيه؟ ادي القرآنيين يا سيدي. ادي القرآنيين اللي هم بيقولوا على نفس القرآنيين، وهم كفار. كفار. من انكر الاجماع والسنه كفر. ولو صلى وصم وصلى. ولو مات لا يدفن في قبور المسلمين. ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يرمى في المزبله تنهشه الكلاب عبره لمن يعتاد. لا يجب علينا في حقه شيء، في حقه لا نكفله ولا نغسله ولا نعرفه. شوف قد ايه الى هذه الدرجه. والوقت قاعدين عاملين لهم مواقع على النت، وعاملين مطبوعات، وعاملين موال كبير. فشوف هنا الكلام. والاصل في وجوبها قبل الاجماع يعني الكتاب والسنه والاجماع. ونيجي بعد كده في ابواب كثيره يقول لك الاصل في وجوبها القياس. القياس شوف قد ايه. زي ما قلنا ان تجب زكاه في الاوراق النقديه. الاوراق النقديه نطلع زكاه المال منها. طب ما الاوراق النقديه دي لا هي ذهب ولا فضه، والشرع جاء بالذهب والفضه بس. يبقى معناه انا لو معايا ملايين الجنيهات والدولارات ما ادفعش الزكاه، مش واجب عليا زكاه، لان الزكاه في الذهب والفضه، ولي لا ذهب ولا فضه. ده منكر القياس، ده ابن حزم الظاهري يقول كده. شفت انكار القياس يؤدي الى ايه؟ تعطيل احكام الشرع بعد كده، يبقى ما فيش زكوات. لكن احنا العلماء قال لك لا، يقاس الاوراق الماليه على النقد، لانه صار وسيله التعامل كالنقد عندما جاء به الشرع. وبالتالي يبقى الزكاه مستمره ليوم الايام. فهمتني بقى ازاي؟ شفت اللي بينكر القياس يوقف احكام الزكاه. شفت الخطورة بس؟ ده تديك أمثلة يعني. فربنا ينجينا يا سيدي مما هو حاصل. والأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر، يجيب لك السنة أهو خبر.
أن عمر فرض خبر ابن عمر، خبر ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. كويس. وقوله على الناس، البيان هنا بقى النبي بيقول على الناس، الحديث بيقول ايه؟ فرض، يبقى فرض واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يبقى زكاة الفطر فرض. كويس. من رمضان على الناس، على الناس، على الناس بيان للمخرج. وقوله على كل حر أو عبد بيان للمخرج عنه، بيان للمخرج عنه، بجعل على فيه بمعنى عن، يعني فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على، يعني إيه؟ يعني عن، على هنا بمعنى عن، عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يبقى على الثانية بمعنى عن، وعلى الأولانية بمعنى ثبوت الفرضية، ثبوت الفرضية على الأمة. ويبقى الناس هنا المقصود بها المسلمين، الناس هنا المقصود بها المسلمين، مش مطلق الناس، لأنها غير فريضة على الكفار، لأن لا يصح الصوم منهم أصلا. كويس. يبقى مش واجب عليهم، وإن كانوا يحاسبوا عليها في الآخرة، ويحاسبوا عليها في الآخرة. ولذلك شرط فيه أن يكون من المسلمين، اللي هو المخرج عنه، يبقى من المسلمين، لأنه يشترط في المخرج عنه الإسلام بخلاف المخرج. المخرج بقى ما يشترطش الإسلام. افرض راجل كافر عنده رقيق مسلمين، الحاكم يبعت ياخد زكاة الفطر بتاع الرقيق المسلمين اللي يملكه هذا الكافر من الكافر. شوف قد ايه، لان مش واجب، يعني يقول لك ايه؟ بخلاف المخرج فانه لا يشترط فيه الاسلام، لكن يشترط الاسلام في المخرج عنه مش المخرج. يطلع نفسه. لا، الكافر مش واجب، احنا بنتكلم مسلم، احنا بنتكلم مسلم. فانه لا يشترط فيه الاسلام، لانه تجب على الكافر زكاة رقيقه وقريبه المسلمين كما سياتي. زي ما قلت لك، واحد كافر ابوه اسلم، يبقى يجب عليه ان يطلع زكاة الفطر عن ابوه، لان هو اصلا بينفق على ابيه. واضح؟ قوله وتجب زكاة الفطر، اي الزكاة التي يتحقق وجوبها بالفطر، اي بادراك جزء من زمنه، وان كان لابد من ادراك جزء من رمضان وجزء من شوال، فسببها مركب من جزئين، واضيف الى احد جزئي سببها، احد جزئي سببها، لان به يتحقق الوجوب كما علم. قول ويقال لها زكاة الفطرة، ويقال لها ايضا زكاة الصوم وزكاة البدن وصدقة الفطر والفطرة، يعني ليها أسماء كتيرة، هي حاجة واحدة بكسر الفاء وبالتاء في آخرها. الفطرة لفظ مولد عربي ولا معرب، بل من تصرفات الفقهاء واستعمالاتهم. وأما الفطرة بضم الفاء فغير معروف إلا في كلام العوام، فقول ابن الرفعة إنها بضم الفاء اسم للقدر المخرج مردود، وقوله أي الخلقة، الفطرة يعني الخلقة، ومنه قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقته التي خلق الناس عليها، وهي قبولهم الحق وتمكنهم من إدراكه. وقيل هي الإسلام، وقيل غير ذلك. فمعنى زكاة الفطرة زكاة الخلقة، أي تزكية لها وتطهير وتنمية لعملها. قوله بثلاثة أشياء، نقف على إيه؟ شروط زكاة الفطرة، نقرأها إن شاء الله ونشرحها السبت القادم بإذن الله رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى